أن دولة رئيس الوزراء العراقي يريد بالفعل أنه يجذب الآخرين إليه، دعا إلى قمة عربية في العراق في الفترة القادمة. بالتأكيد أن هنا العراق أيا كان الوضع الآن أفضل مما كان قبل سقوط النظام السابق، لأنه على الأقل في يعني ديمقراطية نسبية، في انتخابات، في يعني حريات سياسية. لكن مع ذلك بالتأكيد أن هناك يعني طيب. إشكاليات يمكن مع إن شاء الله الوقت يتم التغلب عليها طيب. وتصبح يعني خاصة أنه ما عاد في مبرر داعش وغيره، تنتهي قصة المظاهر المسلحة التي الكل قد يستخدمها البعض لضد البعض الآخر في العراق أو حتى في دول الجوار. طيب. لذلك المطلوب الكل أن يكون هناك دولة لديها جيش وطني ولديها أجهزة تضبط الأوضاع إن شاء الله يا سيد عايد المناع، الدولة العراقية بقواتها المسلحة ومختلف صنوف القوات المسلحة استطاعت أنه تبسط سلطتها